هذا الواد بتاع الشرطه هذا بص لا هو بتاع الشرطه اه والله هيقول لك هتقول بتاع اسمه ايه بالكامل اللواء كان على وقت هنا كان اسمه السيد اللواء حاتم عبد الفتاح السيسي حاتم عبد الفتاح. انت بقالك كام سنه متخرج من الجيش؟ بقالي بالظبط يعني طالع 2009 واخد بالك كان رئيس وحدات المراقبه الجويه كان يعني ماسك شفت انت عارف بس راجل كويس فريق اول عبد الفتاح عريم محترم هيظبط الدنيا ربنا يبارك فيه. انت مع الفريق اول عبد الفتاح ربنا ان هو رئيس للجمهوريه بص هي البلد دي فيها بص 70 مليون عبد الفتاح السيسي بس هو يعني مع احترامي ليه كل واحد ابو بالين كذاب لا ما ينفعش يمسك رئيس جمهوريه ويمسك هو وزير يعني وزير ولا انت شايف ايه؟ لا يا رئيس جمهوريه وزير دفاع ما ينفعش. اتمنى من ربنا كده ان الداخليه ما تبقاش قاسيه علينا شويه يعني سيبنا ناكل عيش عايزين ناكل عيش بادب وباحترام مش عايزين نتاخد كده بلديه ونسبوه مقطع عيشنا يعني لان دي لقمه عيشنا اتعودنا ان احنا بناكل عيش كده هو ده اكل عيش بس كده احنا مش عايزين بلديه دي تاخدنا والاسم يجي ياخدنا ونتبهدل ونبات سبوه واثنين في الاسم بيمر علينا كان بيفتش تفتيش يعني ايه ده بتعمل ايه؟ طب استنى طيب بعمل ايه معاهم؟ ده على الهوا لا بالله عليك